مساء الخير يا شباب، انا مستر كرولوس منير، طالب في كليه طب جامعه اسكندريه. النهارده باذن الله هنبتدي في الجزء العملي بتاع ماده ميسيرج 2. هتكلم عن اول درس او اول محاضره بتتكلم عن الاناتومي والفيسيولوجي بتاعه الكارديو فاسكولار سيستم. هو في الكتاب الجديد مش موجود المحاضره، مش عارف ليه، بس انا هصورها يعني وابعتها لكم من الكتاب القديم. تمام، هو نفس الكلام اللي اتشرح في الاونلاين. تمام، طيب اول حاجه بيقول لك ان الكاردو فاسكولار سيستم ده بيعمل ايه. احنا عارفين ان القلب بيضخ الدم اللي ماشي في الاوعيه الدمويه، دي الوظيفه بتاعته. تمام، ان هو يوصل الاكسجينيتد بلاد للتشو وياخد الدي اكسجينيتد بلاد من التشو يوديها لايه، لللنج، عشان يحصل لها عمليه الاكسجينيشن، عشان يحصل ايه، ان الانسجه يوصل لها دم مؤكسج، يبقى يوصل الدم لكل الانسجه عشان تبتدي الانسجه دي تقوم بالوظيفه بتاعتها على اكمل وجه. تمام، بيتكون من الهارت والبلاد فيزلز وايه والبلاد. تمام، طيب اول حاجه بيتكلم شويه اناتومي كده عن القلب. بيقول لك ان القلب ده هو هولو اورجان مكون من فور تشامبر احنا عارفينهم، اللي هو الرايت والرايت وليفت اتريوم ورايت وليفت فينتريكل. تمام، طيب مكانه فين؟ قال لك between the lung in the middle mediastinum، يعني في نص الميدياستينم بالظبط. تمام، طيب من قدام في ايه؟ قال لك من قدام هتلاقي السكند الى السكس ريبس، يبقى من قدام محاط ما بين السكند والسكس ريبس، ومن ورا في الفايف والايت ثوراسيك فيرتبراي، يبقى من قدام من السكند للسكس ريبس، ومن ورا يعني من ورا بيواجه ايه؟ بيواجه من الخمسه لثمانيه ثوراسيك فيرتبراي، والارقام دي مهمه. يبقى هو موجود فين؟ موجود في الميدل ميدياستاينم، من قدام قدامه كده من السكند للسكس ريبس، ومن ورا من الفايف للايه؟ الخمسه لثمانيه ثوراسيك فيرتبراي. طيب هنتكلم بقى على اللايرز بتاعت اللايرز بتاعت الهارت، هارت لايرز. قال لك اول حاجه في حاجه اسمها انر لايرز، اللي هي الاندو كارديان. انر يبقى اندو، انر يبقى ايه؟ اندو، دي الطبقه الداخليه بتاعت القلب، ودي تبقى بتتكون من ايبيثيليوم. تمام، يبقى هي انسايد اوف ذا هارت اند فالف، يبقى هي انر لاير اندو كارديان، دي هي انر لاير، ودي بتتكون من ايه؟ من ايبيثيليوم، زي ما قلنا البلاد فيزلز جواها كده الطبقه الداخليه اللي هي الانتيما بتكون من اندوثيليوم، هي برضو هنا بتكون من ايه؟ من ايبيثيليوم. تمام، يبقى عشان تبقى سموث خالص كده. تمام، يبقى هي الطبقه الداخليه الانر لير هي الاندوكارديوم، وهي بتكون من ايه؟ من ايبيثيليوم. طيب الميدل بقى، الميدل لير هي المايوكارديوم. ليه قلت عليها مايو؟ عشان فيها ماسل كتير جدا، يبقى مايوكارديوم هي الميدل لير، تتكون من ماسل فايبرز. تمام، ودي اللي مسؤوله عن عمليه البامبنج اكشن. يبقى مين مسؤول عن عمليه البامبنج اكشن؟ هي المايوكارديوم، هي الميدل اللي تتكون من ماسل ناشفه، فهي المسؤوله عن البامبنج اكشن. تمام، طيب اخر حاجه هي الاي بي كارديوم. اي بي يعني خارجيه، اهي اي بي، اي بي كارديوم، ودي الطبقه الخارجيه. طيب الهارت كفر، بيقول لك القلب مش عمال يضخ، فبالتالي عمال يعمل كونتراكشن ودايليشن كونتراكشن ودايليشن. فقال لك انا ربنا حطه في كيسه كده اسمها فايبر ساك، سميتها انا بيريكارديوم. اسمها ايه؟ بيريكارديوم، حوالين القلب، محاطه بالقلب، كيس كده من الفايبرز اسمه البيريكارديوم. البيريكارديوم دي بتتكون من طبقتين، هي الكيسه اللي جواها القلب. تمام، بيتكون من كام طبقه؟ بتكون من طبقتين، في طبقه داخليه ودي اللي بتلامس القلب، في الطبقه الخارجيه اللي بتحميه اكتر. الطبقه الداخليه اسمها فيسرال بيريكارديوم. فيسرال ليه قلت عليها طبقه خارجيه؟ اسمها فيسرال، سميتها انا فيسرال ليه؟ عشان احشاء، يبقى فيسرال بيريكارديوم. طب الطبقه دي يا دوبك بس بتلامس الجزء بتاع الايبيكارديوم من القلب، مش الايبيكارديوم دي الطبقه الثالثه من القلب. قال لك ايوه، الفيسرال دي
ايوه، يبقى القلب كده بيكون 3 طبقات، الطبقه الثالثه منه بتلمس طبقه الكيس اللي هي من جوه اللي اسمها الفيسترال بريكارديوم. الفيسترال بريكارديوم دي اللي اتاتشت او تهن بالمين؟ بالابيكارديوم، تمام؟ طبقه الابيكارديوم. طب الطبقه الثانيه اسمها ايه؟ اسمها بارشال بريكارديوم. يبقى البريكارديوم ده فايبرس ساك محاط في طبقتين، فيسترال بريكارديوم وبارشال بريكارديوم. الفيسترال بريكارديوم دي هي اللي بتلمس الابيكارديوم، لكن البارشال بريكارديوم دي هي اللي بتلمس بقى الحاجات الخارجيه بقى زي الجليد فيزلز، الديافرام، الاسترنم، الفيرتبرال كولن، كل الحاجات دي بتلمسها مين؟ اللي من بره خالص اللي هو بره كيس، هي البارشال بيريكارديوم. دي بتعمل سبورت طبعا للهارت ان ذا ميديستاينم، تمام؟ طب احنا عارفين ان ما بين الطبقه الفيسترال بيريكارديوم والبارشال بيريكارديوم في سبيس سميناه ايه؟ سميناه بيريكارديال سبيس. البيريكارديال سبيس ده المفروض النورمال يكون 300 سوري 30 مللي اوف فلويد، في فلويد 30 مللي. فلويد دي بتعمل ايه؟ بتمنع الاحتكاك اثناء الكونتراكشن، تعمل لوبريكيشن للسيرفيس اوف ذا هارت اند ريديوس فريكشن اثناء السيستول. السيستول اللي هو ايه؟ الكونتراكشن. بعد كده بيتكلم عن الهارت تشامبرز وقال لك ان الهارت بيتكون زي ما احنا قلنا من 4 تشامبرز، 2 اتريا وتو فنتريكال. الاتريا طبعا ليفت ورايت، والفنتريكال ليفت ورايت، تمام؟ عارفين ان الاتريا دي بتكون السيكنس بتاعها بيكون سين وولت تشامبرز، لكن الفنتريكال بتكون سيكنس اكتر من الاتريا. ليه؟ ان هي مسؤوله عن انها بتضخ الدم للجسم كله، فلازم او يعني مثلا عندك الرايت فنتريكال دي بتضخ الدم للرئه طبعا، غير الاتريا اللي دوبك بينزل الدم للايه؟ للفنتريكل. هنشرح الكلام ده قدام اللي هي السيركيوليشن. طبعا احنا كلنا خدنا الاناتومي والفسيولوجي اصلا، فاحنا فاهمين احنا بنقول ايه، تمام؟ فالرايت فنتريكل هيضخ الدم لللنج، غير طبعا الرايت اتريوم دوبك بس بينزله للرايت فنتريكل. فطبعا السيكنس لازم يبقى اقوى. طب هل مين اقوى سيكنس، الرايت فنتريكل ولا الرايت ولا الليفت فنتريكل؟ هيقول لك الليفت فنتريكل. ليه الليفت فنتريكل سيكنس بتاعه او المصري سيكنس بتاعه اقوى مرتين ونص من الرايت فنتريكل؟ عشان ده بيضخ الدم للجسم كله، مش دوبك بيضخ الدم لللنج بس، لا ده هيضخ الدم للجسم كله، تمام؟ فلازم يبقى السيكنس بتاعه اقوى مرتين ونص من الرايت فنتريكل، تمام؟ طيب هنتكلم على الفالف. احنا عارفين يعني ايه فالف. فالف دي حاجه بتتكون من ليفلتس اوف فايبرس تيشو. ليفلتس يعني معناها بالعربي منشورات رقيقه. يلا كلمه ليفلتس اختار على طول ايه؟ فالف. ايه الفالف دي؟ قال لك عندك في 4 فالف في الهارت، 4 فالف. اول 2 هو الترايكاسبيد فالف والميدرال فالف، دول اخوات، والبالمونري والاورت اخوات. اول حاجه في الترايكاسبيد فالف والميدرال فالف، اول حاجه الترايكاسبيد فالف. الترايكاسبيد فالف بتاع وظيفته ايه؟ ان هو يخلي الدم يمشي في وان دايركشن من الرايت اتريا من الرايت فنتريكل. الدم يتجمع من السوبيريور والانفيريور فينا كافا، يخش الرايت اتريوم، والرايت اتريوم يزق الدم عن طريق الترايكاسبيد فالف لمين؟ للرايت فنتريكل. طب المايترال فالف ده وظيفته ايه؟ المايترال فالف او الباي كاسبيد فالف ده وظيفته ان هو بس موجود ما بين الليفت اتريوم والليفت فنتريكل، بينزل الدم من الليفت اتريوم ويوديه للليفت فنتريكل، بس كده. طب البالمونري فالف والاورتيك فالف، البالمونري فالف ياخد الدم اللي من الرايت فنتريكل يوديه لللنج، والاورتيك فالف ياخد الدم من الليفت فنتريكل يوديه مين؟ للايه؟ للاورت، بس كده. طيب طبعا القلب عشان يقدر يشتغل وعلشان يقدر ان هو يعمل له يحصل فيه بامبنج، القلب ده عضو زي اي عضو لازم يوصل له برضه دوره دمويه. طيب في حاجه اسمها كورونري بلاد سبلاي، ايه هي؟ الشرايين اللي بتغذي القلب. اول حاجه في حاجه اسمها ليفت كورونري ارتري ورايت كورونري ارتري. الليفت كورونري ارتري ده مهم جدا تعرف الاسمين دول. انتيريور بيكون من حاجتين، انتيريور ديسنتنج ارتري، ولما نقول ليفت بنتكلم عن انتيريور ديسنتنج ارتري، وبيكون من سيركمفلكس ارتري. تاني يبقى الليفت كورونري ارتري او الليفت مين كورونري ارتري بيكون حاجتين، ليفت انتيريور ديسندنج ارتري وسيركمفلكس ارتري. طيب الرايت كورونري ارتري برضه بيتكون من حاجتين، احنا قلنا الليفت انتيريور، يبقى ايه؟ الرايت بوستيريور ديسندنج ارتري ومارجينال ارتري. طيب تمام، كل دول بيروحوا
يصبوا في مين الحاجات دي كلها اوكسجينيتد، يروح يصبوا بعد ما يخلصوا يغذوا القلب يحصل انتي اوكسجينيتد بلاد، هيروح يصبوا في الكاردياك فين؟ تمام، في الكورونري ساينس. كورونري ساينس دي اللي هي الكاردياك فين، موجوده فين؟ موجوده في الرايت اتريوم. مهم قوي تعرف ان الكورونري ساينس دي موجوده فين، موجوده في الرايت اتريوم، ودي اللي بتاخد الدم الدي اوكسجينيتد من القلب وتوديه لايه؟ لللانج. تمام، اخر حاجه يعني في الـ في بقى كده يخش على الكاردياك سيركيوليشن. طب احنا عارفين بالبلدي كده الدم الدي اوكسجينيتد بلاد بيتجمع في الفين، في السوبيدير والانفينيور فينا كافا، يروح لمين؟ يروح للرايت اتريوم. الرايت اتريوم لما يتملى يزق الدم من مين؟ للرايت فينتريكل عن طريق سمام اسمه ايه؟ تراي كاسبت فالف. طيب الرايت فينتريكل يتملى هيصب الدم بتاعه فين؟ في البالمونري ارتري عن طريق البالمونري فالف. بالمونري ارتري ايه ده؟ طب انت بتتكلم في دم دي اوكسجينيتد بلاد هيصب في البالمونري ارتري، هقول لك ايوه هيصب في التوب بالمونري ارتري اللي يروح للانج، وده الارتري الوحيد اللي بيتصب فيه دي اوكسجينيتد بلاد في الجسم كله، ده الشريان الوحيد في دي اوكسجينيتد بلاد. تمام، هيروح من الارتري من الرايت فينتريكل عن طريق البالمونري فالف في جوه التوب بالمونري ارتري يروح للانج، يحصل له جاز اكسشينج في الالفيولاي. طيب بعد ما يحصل له جاز اكسشينج هيرجع لمين؟ للبالمونري فين، الفور بالمونري فين. تمام، هيروح من الفور بالمونري فين هيروح لمين؟ لمين؟ للليفت اتريوم. طب الليفت اتريوم اتملى باكسجينيتد بلاد هيصب في مين؟ في الليفت فينتريكل عن طريق سمام اسمه ايه؟ اسمه ميترال فالف. طيب الليفت فينتريكل اتملى بالدم عايز يضخ الدم للجسم كله، هيروح يتفتح الاورتيك فالف تمام ويصب الدم للجسم كله في الاورت. دي خلاصه السيركيوليشن، ما فيهاش اي حاجه، انت بدوبك هتتخيل رسمه القلب قدامك وتتكلم كلام سهل، بس انت تكون فاهم النقطه دي ان البالمونري ارتري والبالمونري فين. بالمونري ارتري فيها دي اوكسجينيتد بلاد، بالمونري فين فيها اوكسجينيتد بلاد، ودي الـ يعني الحاجه الوحيده الشاذه في البالمون في الارتري والفين ان هو حوار اللي هم حامل اوكسجينيتد بلاد ودي اوكسجينيتد بلاد، المفروض انتوا عارفينها من سنه اولى. تمام، خش بعد كده على الكوندكشن سيستم. ايه الكوندكشن سيستم ده؟ ده عباره عن جهاز توصيل الكتروني كده خاص بعضله القلب. تمام، ده بيعمل ايه؟ ده بيشغل عضله القلب بانتظام من غير ما تتوقف، غير ما توقف خالص طول اليوم والمدى الحياه. طيب ده بيتكون من ايه؟ اول حاجه بيتكون من الساينو ادريان نود او السان. السان دي احنا قلنا هي برايمري بيس ميكر اوف ذا هارت، مكانها فين؟ مكانها في منطقه اللي هي الرايت اتريوم. تمام، ودي مسؤوله ان الهارت يعني البلس يكون بتاعي من 60 ل 100، وده النورمال بتاعنا 60 ل 100 ام بلس في المينيت. تاني حاجه اللي هو الاتريو فنتريكال نود، ودي مكانها فين؟ مكانها ما بين مكانها في الرايت اتريال وول قريبه من التريكاسبيد فالف. بعد كده نخش على الباندل اوف هيس، ودي هي السيبتم سيبريتنج ذا ليفت اند رايت فينتريكال، هي دي اللي بقى اللي موجوده ما بين الرايت والليفت ايه؟ فينتريكال. تمام، اخر حاجه بقى عندي البيركنج فايبر، ودي بتسبب ايه؟ بتسبب فينتريكولار كونتراكشن، ودي اهم نقطه في الحته دي. البيركنج فايبر هي بتعمل، هي دي المسؤوله ان يحصل كونتراكشن الفنتريكل. تمام، في بعد كده كام مصطلح لازم نكون عارفينهم. ايه هو الاستروك فوليوم؟ ايه هو الاوت بوت؟ ايه هو الاجكشن فراكشن؟ اول حاجه ايه هو الاستروك فوليوم؟ قال لك ان الاستروك فوليوم دي هي كميه الدم ان الليفت فنتريكل بيبدا يطخها مع كل نبضه، يبقى كل نبضه الليفت فنتريكل بتخ الدم دي اللي اسمها الاستروك فوليوم. طيب عشان احسب الكارديك اوتبوت لازم اعرف الاستروك فوليوم. ليه؟ لان الكارديك اوتبوت بتساوي الاستروك فوليوم في الهارت ريت، يبقى لو قلنا الاستروك فوليوم دي كميه الدم المضخ من الليفت فنتريكل مع كل نبضه في الهارت ريت عدد نبضات القلب في الدقيقه، فبالتالي الكارديك اوتبوت هتساوي الاستروك فوليوم. تمام، لو مثلا لو تخيلنا ان الاستروك فوليوم بيضخ 70 مللي في الدقيقه 70 سوري 70 مللي في النبضه الواحده، في الهارت ريت اللي هو المتوسط بتاعه من 6 فوت من 60 ل 90 يبقى المتوسط بتاعه 75 نبضه في الدقيقه، هيطلع لك بالملي 5250، يبقى باللتر انا عايزه باللتر في الدقيقه هيطلع لتر في الدقيقه هيطلع 5 لتر وربع اللي هم اصلا عدد
اللي هما الليترات بتاعت الدم في الجسم، تمام؟ طب ايه هو الايجكشن فراكشن دوت؟ ده كمية حاجة على حاجة، بقسم حاجة على حاجة، تمام؟ بقسم الستروك فوليوم على الاند دياستوليك فوليوم، اللي هو كمية الدم اللي بتضخ من الفنتريكل على كمية الدم اللي موجودة كلها في الفنتريكل، تمام؟ في 100 ده بيطلع لي الايجكشن فراكشن، ده بيطلع لي من الجهاز، يعني ما يحصل حاجات زي كده بيطلع لي ايه الجهاز اللي في زي الايك والحاجات دي بيعرف لي الايجكشن فراكشن والكلام ده كله، تمام؟ في بقى تعريفين، واحد اسمه بريلود وواحد اسمه افتر لود. بريلود مكتوب في الكتاب كده: the more the heart is stretched as it feels during diastole، يعني ده بيحصل اثناء الدياستول. بريلود during diastole، وده كمية الدم اللي داخل القلب، تمام؟ طيب الافتر لود دي كمية الدم اللي خارجة من القلب. vascular resistant systematic systemic vascular resistant افتر لود هي كمية الدم اللي خارجة. ما كده بقى يخش يتكلم على البلاد فيزلز بصفة خاصة كده، ويقول لك ايه هو الاناتومي بتاع البلاد فيزلز. انا البلاد فيزلز اتقسم لحاجتين: ارتري وفين، وفي كمان كابيلاريز. الارتري والفين ايه الفرق ما بينهم؟ الفرق ما بينهم بس ان الفين فيه فالف، تمام؟ ولكن الطبقات شبه بعض، تمام؟ في طبقه اسمها تونيكا انتيما، دي الطبقه الداخليه اللي هي الانر لاير، تبقى سن خالص، تمام؟ واسمها كده اندوثيليوم. فاكرين لما قلنا الطبقه الداخليه للقلب اسمها ايه؟ ايبيثيليوم، دي اسمها اندوثيليوم، تمام؟ كده حاجه اسمها ميديا تونيكا. الميديا تونيكا دي طبقه بتكون من الاستيك فايبر وكونكتيف تيشو. لكن بعد كده اخر طبقه اللي هي الاكسترنال او تونيكا، تونيكا اكسترنال، دي تتكون من برضو كونكتيف تيشو و نو ايبيثيليوم، ما فيهاش ايبيثيليوم خالص. ودي تبقى دي الاوتر لاير، تمام؟ تحت الفين والارتري، ودي موجوده في اللارج بلاد فيزلز، تمام؟ ودي تحميلي الارتري او الفين من اي ايه من اي حاجه تخبط او حاجه، تمام؟ عشان ما يلفشوش. ودي الطبقه بتعمل لي سبورت للفين والارتري. الكابيلاريز بقى لو انا مثلا عندي دي اللي هي يعني سيمبل ستراكشر بتاعت الارتري او الفين، تتكون من لير سيمبل من الابيثيليوم، دي مسؤوله ان هي تعمل اكسجينج للنيوتريشن ما بين البلاط والتيشو وبادي تيشو، ومسؤول برضه بيحصل جاز اكسجينج فيها. وكل ارتري طبعا بيطلع منه ارتريولز، وكل فين بيطلع منه فينيولز. فينيولز، تمام؟ كده هنكون خلصنا الاتوم انفستوشن بتاعت الهارت. الريكورد اللي جاي هيبقى الدياجنوستيك بتاع الهارت، اهم هقول لحاجات سبيسيفيك بس مش هقول كل حاجه فيه، حاجات وكمان الحاجات اللي هي ركزوا عليها في العملي. اظن لو انت سامعني دلوقتي فانت المفروض الاسبوع ده تكون مخلص العملي كله، عشان الاسبوع اللي كان خلص النظري كله، تمام؟ للتوفيق لكم كلكم.